ليلة واحدة جمعنا الضحك والغنى في مهرجان العالمين مع نجم الستاند اب كوميدي علي اندي. فلا مؤاخذة يا جماعة معلش خلاص. أنا حياتي مش ناقصة. علي أنا ما كنتش متخيل الحفلة هتبقى حلوة أوي كده. والنجم محمد محسن. أهو ده اللي صار وادي اللي يوم 17/8 في مدينة العالمين الجديدة. الحق احجز تذكرتك دلوقتي من على موقع تذكرتي. مهرجان العالمين، العالم عالمين.